السلام عليكم ورحمة الله، أنا هشام من قناة مختصر الزراعة. أخوتي الكرام، في عجالة بدي أتكلم كلمتين قبل ما نحكي عن التين الشوكي وأشياء مفيدة ومهمة جدا عن التين الشوكي. الآن أهلنا في غزة ما زالوا بيعانوا نفس المعاناة، وتكثفت في الفترة الأخيرة هجومات الاحتلال على أهلنا في غزة وتدميرهم في غزة. إحنا كمجتمع إسلامي عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. هذه عبارة عن تفحيصات وتمحيصات للمجتمع المسلم كامل. هل يمكن أن نصلح ما بداخلنا حتى تنتصر غزة؟ فجرائم الاحتلال وصلت لحد غير إنساني، يعني غير طبيعي. كمية التنكيل والجرائم وقتل الأطفال وصل لحالة مش طبيعية. لما هم وصفوا أهلنا في غزة كليسوا بشر، أنا مش عارف مين اللي ليس بشر، اللي نازل يقطع في جلد طفل صغير ويدفن فيه تحت الركام، صاروخ واحد بقتل 100 بني آدم في لحظة، هذا اللي مش إنسان، ولا اللي بقاوم بدافع عن أرضه هذا اللي مش إنسان. فأنا شايف إنهم تجردوا من إنسانيتهم كاملة. ولما بطلع على تصريحات المسؤولين الأمريكيين أو المسؤولين في دولة الاحتلال الغاشم، بتلاقي تصريحاتهم عن جد بتعاملوا مع الناس هذول كأنهم مش بشر. عرفت علي؟ الآن إحنا كناس طبيعيين مواطنين بسيطين جدا، مطلوب منا بس نحسن من ديننا الداخلي، بمعنى نحسن من أخلاقنا ونحسن يعني صلاتنا مثلا، نعتبر الصلاة تحديدا. هل من لما صارت الحرب على غزة التزمت بإشي معين في الصلاة؟ مثلا كنت تنسى السنن صرت تصلي السنن، مثلا كنت ما تصليش في المسجد صرت تصلي في المسجد، مثلا ما كنتش تصلي بالمرة لا سمح الله يعني وصرت تصلي والتزمت بالصلاة في وقتها، مثلا كنت تأخر الصلاة صرت تلتزم، هل حسنت مثلا من الصلاة تحديدا؟ صلاة عمود الدين، ناش نحكي في الأشياء كاملة والأخلاق والكذا. فالواحد يحاول يحسن من شغلة في دينه عشان ينتصر لغزة. نحن لو قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. يا جماعة، في أقوام أعزها الله بالمال، في أقوام أعزها الله بالقوة والسلاح، خلص هيك. طيب إذا عندهم قوة سلاح بيعزهم ربنا. الألمان كانوا في وقت من الأوقات عزيزين بالسلاح وبالقوة، الأمريكان عزيزين مثلا بالمال، في 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 أقوام عزها الله بالعقل بالمخ بالعلم. يعني في عائلة يهودية ماسكة العالم كامل وسيطرت على أموال العالم، الآن مسيطرة حتى على تلفوني هذا اللي بحكي معكم منه فيه، وهسه راح تشوف الفيديو اللي أنا بحكي معكم منه فيه. هاي العائلة وأتباعها سيطرت بالعلم وبالمخ الذكي، عائلة يهودية سيطرت على العالم بالعلم بالمخ الذكي. إحنا كمسلمين ما بنقدر إن ننتصر أو ندافع عن مظلومنا فقط إلا بالإسلام تحديدا. بلش بالصلاة، بلش بالأخلاق يا جماعة الخير. إحنا يعني عدم مأخذ في ملاززة سيارات، سيارتي لزت على سيارتك بننزل ننذبح بعض على كراج سيارة على باركينج سيارة، بننزل ننذبح بعض نتهاوش، نصلح نفسنا نصلح أخلاقنا. وأنا بحكي هذا الكلام إلي قبلكم، أنا إنسان ترى من وراء الكاميرا مبين علي إنه أحيانا لما بحكي لكم مبتسم وهيك، لكن طبيعتي عصبي شوي في الحياة الواقعية، عصبي مش عادي. فأنا بحكي لحالي إني أهدئ من روعي شوي، أتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم شوي، ولا نتذمر من الشيخ دعا على غزة، ما نتذمر من فلان ذكر في غزة، لا تتذمر، خلينا نظل نذكر في غزة. إذا ما ذكرنا في غزة مين دي يذكر غزة؟ غزة ما زالت تحرق. من نحاول أنه إحنا نستمر قدر الإمكان. هسا أنا ذكرتك، أنت تذكرت بذكر أولادك وبتشتغلوا كذا، بنصير نذكر بعضنا. أنا نسيت، أنت بتبعت لي تعليق تذكرني أنه أنت يا هشام ما بتحكي عن غزة، تكلم عن غزة، كيف بتقدم فيديوهاتك وحياتك طبيعية بدون غزة؟ أنا والله ما إلي نفسي أقدم الفيديوهات، ولكن أنتوا عارفين أنه بدنا نقدم الفيديوهات عشان هاي معلومة مفيدة. على العموم نكمل إن شاء الله في الفيديو اليوم، بدنا نحكي عن التين الشوكي. إخوة الكرام، يتكون التين الشوكي من الكتف الأكتاف، وهو المكان اللي ماسك، سامحوني إن بصور هذا التين الشوكي اللي ماكر هوا، متبعثر من الحرارة، متدمر من الحرارة، ولكن هذا المتوفر عندي فخلينا أصور لكم عليه. هذا الكتف دائما لا تزرعه لا تدور عليه، هذا كتف موجود عليه أفرع أو خلينا نقول كفوف، هذول الكفوف هم اللي بنزرعه لما بدك تزرع التين الشوكي، ما بتزرع الكتف. جماعة الخير، بالنسبة للناس اللي بتقول التين الشوكي بيعيش بدون مي، ما بزبط يعيش بدون مي، بده سقي زيه زي أي نباتات ثانية ولكن برتم أقل من النباتات الثانية. إذا بتلاحظ هذا التين الشوكي يعاني من العطش فقط، يسقى بالشتاء وما سقيناه بالصيف لحد الآن ولا ريه. وإحنا في منطقة عمان هون في الأردن في عنا درجة حرارة تتراوح ما بين 35 و 38، يعني رينج، هذا رينجنا في فترة الصيف. فمثلا بتلاحظ التين وراي تعبان جدا، والتين الشوكي بتقدر تزرع أي كف بمجرد ما اكتمل نموه. مثلا هذا الكف مكتمل نموه، لما أخذه زي هيك ها هيك بقدر أني أزرعه. الآن بدي أعلمكم طريقة زراعة الكفوف بشكل سهل وسلس وما بدها أي هاي جديدة. العلم الزراعي يا أخوتي الكرام دائما بتطور وبتحدث، لهيك أحيانا منعيد على نفس الفكرة عشان بس نعلمكم
ونفرجيكم التحديثات الجديدة في علم الزراعة. تشتهر زراعة التين الشوكي أكثر إشي في بلاد المغرب العربي، من المغرب وتونس والجزائر، يعني أكثر إشي أتوقع المغرب، بعدين تونس، بعدين الجزائر في التين الشوكي. الآن يا أخوتي الكرام، التين الشوكي بينصاب بمرض اسمه الحشرة القرمزية، وهي الحشرة عبارة عن هلاك على التين الشوكي. وأنا بنصح أي واحد مصاب عند التين الشوكي كاملة، أو الصلبار أو البرشوم كما يسمى، إذا مصاب كامل بهذا الحشرة القرمزية، يتخلص من الشجرة كاملة، يحرقها حرق كامل، ويزرع كفوف جديدة نظيفة. استنظف من شجرتك كفوف نظيفة، أو أنت بتأخذها بتنظفها مثل ما راح أحكي لك الآن. أنا يا أخوتي الكرام، طريقة زراعة الكفوف بشكل سهل جدا. نيجي على منطقة مظللة مثل هاي، بنفرد الكفوف زي هيك بعد ما نخلعها من الشجرة، ما بنفرد أكتاف، كفوف. فالآن نقوم بتريح الكفوف على الأرض بهذا الشكل بحيث يقعدوا يلبدوا على التراب كويس، تمام؟ والآن نقوم بوضع الحجارة عليهم بهذا الشكل، شايف كيف؟ نحط حجارة اللي هو وزن عشان ما يحركهم الهواء. الآن مثل ما أنتم لاحظين، فردنا الكفوف، حطينا عليهم الحجارة، هذا الحكي ما بده جهد وعناء، هذا عشان لما بدك تزرع مزرعة تين شوكي لحالك، أنت كفرد بتجيب الكفوف بتبلش تفرد فيهم، تحط عليهم حجارة في منطقة ظليلة، بعدين نحضر خرطوم المياه ومنرش بهذا الشكل حوالينهم، نرطب ترطيبة بسيطة جدا وما تصرف مي كثير، تمام؟ احنا عندنا بالأردن هون معاناة شديدة من المي، شايف كيف؟ بس زي هيك. هذا الحكي لمدة أسبوعين، بتكرر الري فقط مرة كل أسبوع، يعني ريتين، هي أول ريه فقط زي هيك تبليلة. يعطيك ألف عافية. بنترك هذول الكفوف موجودات بهذا الشكل في هذه المنطقة لمدة أسبوع، بنيجي الأسبوع الجاي بنسقي تحتهن زي هيك شوية ترطيب. الأسبوع اللي بعديه بتلاقي جذورهن طلعت، بنروح بنفتح عليهن بنلاقي جذورهن طلعت واصلا تنشفن من هون، يعني ما عفنن. الان احيانا لما نزرع الكف مباشره في التربه بعد قلعه، بتلاقي المي بتعفن من هون، فالكف اللي ناشف من تحت وطالع فيه جذور فورا ببلش يركض بسرعه في التربه. هاي طريقه لزراعه التين الشوكي بسرعه. يعني الان بالنسبه لتنظيف الكفوف من الحشره القرمزيه، عشان بدنا نجدد مزارعنا اذا هجمت عليهم الحشره القرمزيه، نجيب المضخة تبعت اللي بنغسل فيها السيارات، مضخة القوية اللي بنغسل فيها السيارات اللي فيها رش قوي، وبنعملها بشكل مبسط، نحزقها بحيث ما تكون خط يخزق الكف، بتكون هيك تعرفوها كحت، بتكشط قشط. نبلش نكشط في الحشرة القرمزية عن الكف تبع الصبر قشط، تمام؟ كف الصدر، الصبر لازم تنكشط عنه القرمزية قشط، إذا قشطناها قشط ونظفناها بنقدر نزرع هذا الكف. بالنسبة للإصابات البسيطة نستخدم هاي الطريقة. إذا حبيت تستخدم مبيد، استخدم ميثاديثيون، مبيد حشري قوي جدا للحشرة القرمزية. أيضا مبيدات حشرية عامة بتأثر على الحشرة القرمزية، لكن مشكلتها تكثرها سريع الحشرة القرمزية، وهي أكثر حشرة مضرة مثل ما أنتم شايفينها في الفيديو هذا. الآن في عنا هاي الحشرة بدي أفرجيكم صورها، اسمها الليدي بج، اسمها الهايبرسبس تراي فور كيتا، هايبرسبس تراي فور كيتا الليدي بج. هاي الحشرة جدا مهمة لأنها بتاكل حشرة قرمزية، عدو حيوي، فلذلك ما بدي اياك تكثر رش مبيدات على حوالين وداير الصبر. إذا لقيت هاي البقة اللي أنا بدي أرجع أعرض لك صورتها، إذا لقيتها موجودة حاول الحفاظ على المنطقة جيدا، لأنه هاي إذا كانت موجودة راح تأكل كمية كبيرة من الحشرة القرمزية وتريحك منها بالنسبة لمشاكل الحشرة القرمزية. والله آخر معلومة بسيطة يا أخوتي الكرام، في تين شوكي الآن هجين موجود أكثر شيء بسوريا شفته، اللي هو الأحمر والهجين اللي بتمر بالشتاء، بالشتاء بيعطي بطن إثمار، وفي هجين كمان بدون شوك. هذه أنت وشطارتك تبلش تجيب هاي الأصناف وتكثرها، تين بدون شوك، تين شوكي برشومي، تين هجين، تين إنتاجه كثير، هاي هجين، أصناف هجينة بشكل عام. إحنا هنا عندنا الصنف البلدي، وعندي جبت في المشتل الصنف الهجين إلي كف واحد عشان أكثر منه وأشوف كيف نتائجه إن شاء الله. بدي أكثر منه تين الشوكي الهجين اللي بيجي الأحمر واللي بيجي بتقشر هيك بسهولة وما عليه شوك شوك، وفي عندهم كمان الأصناف بتثمر بالشتاء، هذه أصناف جديدة. فهذا هو العلم الزراعي. بس يا أخوتي الكرام، هذا كان كل شيء لمقطع اليوم، فيديو سريع بس معلومات كيف تزرع التين الشوكي وتكاثره، لأنه هسه هو إثماره، ازرعه هسه السنة الجاية إن شاء الله بتوكل عنه. حط لك على دائرة المزرعة تبعتك آخر البيت هيك في الزاوية عشان الشوك شوية كفوف تين شوكي، ازرعهم بعد عن بعض 3 متر، دير بالك عليهم بالمية، لا تكثر عليهم مية، أهم شيء المي ما تلامس ساق التين الشوكي، يعني وهي مزروعة الكف وهو مزروع، أهم شيء تأكد أن المي لما مية الري ما تيجي تلامس الساق، يكون هون في تراب وتكون في الجورة في مي، عرفت علي؟ لأنه بيعفن بسرعة تين الشوكي من المي. هذا كان كل شيء لمقطع اليوم، أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم في هذا المقطع. بدي أرجع أذكركم في أهلنا في غزة، من باب المقاطعة، من باب الدعاء، حتى لو نسيت مش مشكلة، نخفف من الأفراح اللي بتكون صوتها عالي، نخفف من التزمير في الشوارع،
اللي بكون صوته زيادة عالي. احنا مش في وقت الواحد يحتفل فيه احتفال زيادة عن اللزوم. انا مش قايل لك تكبت حالك وتحط حالك في دارك وما تتحتفلش، احتفل يا اخوي ما في مشكلة، لكن التزويد والمزاودة في الاحتفالات هي انتصر فريقي هي اي كأنك مش حاسب الموضوع. اتذكر، انا ما بقول لك انت سيء، ممكن انك نسيت، احنا كلنا بشر بننسى وانا اولكم بخطأ وبنسى، ممكن انك نسيت. اتذكر ولا ترجع تفرح بهاي الطريقة وهم اهلنا قاعدين بتذبحوا وبتكتلوا وبتنكل فيهم بهاي الطريقة اللا بشرية. بصراحة لا بشرية يا جماعة، يعني جابوا لي قال محاولة اغتيال فلان الفلاني عشان يغطوا على الجرائم ويخلوا لك يا سيناريوهات وكذب بكذب، حتى لو انها حقيقة ولا تمثيل ما بهمنا، غير احنا نصب اعيننا شغلة واحدة، اهلنا في غزة، اهلنا في السودان اللي قاعد بتكتم عليهم تكتيم اعلامي فظيع. بس يا اخوتي الكرام بديش اكثر حكي، يعني هذا المنبر ربنا حباني فيه، فلازم اني احكي وادي هاي الرساله. ادعوا لاخواننا في غزه، قاطعوا المنتجات اللي بتغذي المجرمين القتل اللي قاعدين بقتلوا في اهلنا في غزه، قاطعوا المنتجات قدر ما تستطيعوا، قاطعوا المنتجات، مقاطعه المنتجات كثير بتفيد ان شاء الله. والدعاء ظلك ادعي له بسرك. بس يا اخوتي الكرام نذكركم بالصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. كان معكم اخوكم هشام من قناه مختصر الزراعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.